ودابا حنا الناس المواطنين تيمشيو للقيادات يبغيو يشدوا شي وثيقه شي زواج شي راميد شي حاجه، وكاين الناس قطعوا لهم الوراق، كاين اللي قطع عليه الوراق. واحد السيد قال لي سير دير الفاتحه، واش باقي 2022 هذه بقى وقت الفاتحه؟ اللي بغى يدير شي راميد، اللي بغى يدير ما باقي حتى شي حاجه، باقي يستافد منها ولاد القرن ولاد احمد في القياده ابدا نهائيا. اللي بغى يتزوج لا خصو يمشي لشي شي شي جامعه اخرى ولا شي قياده اخرى. هادشي كاين دروكا، والوثائق راه شاهده عليهم اللي داروا الناس في قيادات اخرين شاهدين عليهم. اسيدي هذا المقدم هذا مشيت عنده على حساب الراميد، صوت الوريقات داكشي مشيت عنده بنسيني، قال لي الا ما سينيتي ليا ما نعطيكش هاد الورقه هذه. قول لي ما عطيكش يا ودي الله يهديك. قال لي لا خد لي التنازل، وليت مشيت انا وملي قال لي قال عيط للقايد، وقال لي وعيط لي ودخلني هو القايد، دخلنا عبد القايد قال لك سير سميتو، قال لك كاين هذاك الشيء غير من الفاتحه. السلام عليكم ورحمه الله، تنشكركم على هذه الاستضافه. الله ينصر جلاله الملك، ومن هذا المنبر هنا الله يشافيه ويعافيه يا ربي. المهم حنا بصدد واحد الشكايه درناها بواحد السمسار اللي تيطلعني على الماء من 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 جنب الواد ديال تنسيفت، تيستنزف لنا الفرشه المائيه بدون ترخيص، بدون تيطلع الضيعات الكبار. وهذا الشيء راه درناه به شكايات، اربعه الشكايات اللي درنا وحده للرباط مؤسسه الوسيط، ودرنا شكايه للحوض المائي، ودرنا شكايه للسيد الوالي، ودرنا شكايه المهم شكايه اربعه اللي درنا، ودرنا شكايه المهم اخر شكايه درنا عند الباشا، هو اللي دخل لنا بعدا اقل خساره، بعدا حبس لنا هذوك البيع. هذا السمسار هذا تيطلع الماء 7 كيلومتر 8 كيلومتر، وهادشي راه سبقنا قلنا لواحد القناه اخرى، 7 كيلومتر 8 كيلومتر، وتيجد واحد الاموال طائله. لذلك ما بغاش يتنازل على هادشي، والسلطه تتأيدو، والشيخ واقف معاه، الشيخ واقف معاه. ودابا حنا بغينا نحفروا يبير للدوار باش نشربوا، وطلبوا لنا التراخيص، وطلبوا لنا خير الله، طلبوا لنا حنا باش نحفروا بير للدوار. المهم من تما فاش حبسنا هذا السيد هذا، حبسناه بوحدنا ما باش تعاون معنا السلطه، وهاد الشكايات هادو كلهم تيديروا لهم بلوكاج، ما عرفتش كيفاش الله اعلم. ودابا حنا الناس المواطنين تيمشيو للقيادات يبغيو يشدوا شي وثيقه شي زواج شي راميد شي حاجه، وكاين الناس قطعوا لهم الوراق، كاين اللي قطع عليه الوراق. واحد السيد قال لي سير دير الفاتحه، واش باقي 2022 هذه بقى وقت الفاتحه؟ اللي بغى يدير شي راميد، اللي بغى يدير ما باقي حتى شي حاجه، باقي يستافد منها ولاد القرن ولاد احمد في القياده ابدا نهائيا. وتحبس عندنا الماء ديال اللي بغى يتزوج لا خصو يمشي لشي شي جامعه اخرى ولا شي قياده اخرى. هادشي كاين دروكا، والوثائق راه شاهده عليهم اللي داروا الناس في قيادات اخرين شاهدين عليهم. لذلك الشيخ ولا تيتعرض للناس، ولا تيتعسف عليهم، ولا تيحبسهم في الطريق. هز لواحد السيد طاقه من وسط الضيعه ديالو، ما حافر لا بير لا والو، واقف صداد باش يدير اصلاح لواحد الطاقه اخرى. جاو هما ملي ساقوا ليه الخبر جاو هزوها ليه، قال لي لا بغيت ما عرفتش علاش، ما عرفتش من القانون اللي تيخول ليه هو يدي هو بوحدو، ما معاه حتى شي سلطه، هذا عاون السلطه بوحدو اللي داها الطاقه الالواح الشمسيه، داها احتجزها وداها المحجز ديال القياده. واو تعرض ثاني لواحد مونتريبورتو جايب السيما، تعرض ليه داه هو تريبورتو، داه حجزو في القياده. شكون اللي خول ليه هذا القانون هذا باش يتعرض ليه في الطريق؟ هو ما تيبني ما حتى شي حاجه، ما كاين حتى شي حاجه، شي دليل اللي تيقول لك راه هو تيبني ولا شي حاجه، وراه لحد الان باقى السيما محجوزه. علاش؟ سؤال تيبقى مطروح للمسؤولين، علاش هذه السيما تحجز؟ بغينا تطلق المولاه، راه هو ما تيبني ما حتى شي حاجه. حنا البني ايه يكون عنده تراخيص، يكون عنده بلان، ويكون عنده اي، حنا ماشي ضد هذا الشيء، ولكن باش يتعرض الانسان وسط الطريق ويدي ليه شغله ويتعسف. الديكتاتوريه تنعيشوا حنا في ولينا في هذه القبيله هذه، نعيشوا الديكتاتوريه. والشاطو هو كنا بغينا نضربوا ليه المرطوب كله تيسيح، بغينا نضربوا ليه المرطوب وحبس نزل الخدامه
جا واحد المحسن عطانا السيمه عطانا الرمله وشد لينا خدامه وطلعوا تيقادوا فيه ونزلهم قال لهم لا هذاك الشيء ما شاطو تيشربوا الناس وداك الشيء راه باقي هكاك البيئه تضيع رغم قلتها يعني داك الشيء قليل اللي تيطلع داك الشاطو وداك الشيء تيتسربوا تيمشي للخدام سيمان هو شاد لي ولدي تيدي ويجيبو تقول له ما عطيكش يا ودي الله يهديك قال لي لا حتى دير لي التنازل وليت مشيت انا وملي قال لي قال عيط للقايد وقال لي وعيط لي ودخلني هو القايد دخلنا عند القايد قال لك سير تدير سميتو قال لك كاين هذاك الشيء غير بالفاتحه قال لك ايه قلت لي انا ما دخلنا دير التنازل قلت لي انا ما نديرش التنازل انا مع الجماعه اللي داير الجماعه نديرو ونهار تجي الدعوه ديالك انت نشوفو حنا ما داعينك انت وهم زرزان هذاك الشيء اللي دار لنا هو هذاك مشينا يو قال لك سير جير الفاتحه اي قال لك سير الفاتحه وما بغاش والله راه هذا الشيء اللي قال لي قال لك سير الفاتحه وما باش ما باش يديروا لينا ولينا مشينا عند الباشا وعيط ليه وقال لهم صابوا ليهم وما صابوا لينا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اسيدي هذا المقدم هذا مشيت عنده على حساب الرامض صوبت الوريقات داك الشيء مشيت عنده بنسيني قال لي الا ما سينيتي ليا ما نعطيكش هذه الورقه هذه قلت له واه قال لك لا قلت له ما يمكنش قال لي لا ديال الورقه على حساب السيناتو قال لك سيني ليا فيها بلا راه ما داعيني ما بيني وبينكم حتى شي حاجه وين حنا مكرفسنا على الضوا مكرفسنا على الضوا واحد السيد جاب ويحفل البير ويعاون تعاون مع الجماعه حبسوا الشاطو طاو ما خلاش يضربنا وين نضربوا ليه مرتو ما خلاش نضربوا ليه مرتو والشاطو طالع مفيني وبين عين ضربوه نقادوه نصوبوه ما بغاش يخلينا دابا اللي خصها شي وثيقه قال لي سير عند الجمعيه قال لي سير عند الجمعيه تعطيها لك ملي دخل الجامعه قال لي ما عندوش هو المشكل في هذا الشيء هذا قال لي ما عندوش خصو يعطيك القانون ديالك هذاك حقك تعطيك القانون مشيت عند الباشا قال لي عمر لي محضر وجيبوا لي ولا دخلوا الناس ما بقي درت انا والو صافي حبس الله يجازيكم بخير.